أرجو إن حضرتك بقى تقول لنا دلوقتي البرنامج بقى، برنامج علاجي للتكرار وللإصرار والعياذ بالله. ملخص كتاب ابن القيم نقدر نلخصه في كلمة واحدة: الدعاء. الدعاء. وده مفيد جدا في حالة التكرار. اللي هو العلاج الشافي. العلاج الجواب الدواء الشافي. الدواء الشافي. الجواب الكافي. أيوة. لمن سأل عن الدواء الشافي. واحد راح للطبيب وقال له اديني الدواء بقى اللي هو. أيوة بالظبط. فالدواء اللي هو أهل الدعاء. الدعاء الحقيقة أنه مجرب في حالة تكرار الذنوب. يسجد. يسجد ويدعي ربنا. يا رب أنا أكره هذا فيعني اصرف عني هذا الذنب، أنا ضعيف وأنت القوي وأنت الواسع، فابعد عني الذنب ده من قلبه كده، يقول اللي هو عايزه مع ربنا يناجيه. وده بيستمر مدة طويلة، يعني استجابة الدعاء ده هو يقعد 5-6 شهور بعيد عن ذلك الذنب اللي هو بيكرره ويتوب منه ويكرره ويتوب ده منه. مجرب ان هو مجرب. لو ممكن بالدعاء ده بتضرع ممكن يقعد شهور بعيد عن الذنب، حضور القلب كده اهو تلاقيه زال، وبعدين يرجع تاني لما ينسى بقى ولا لما كذا الدنيا تاخده بقى يدعي تاني. لانه ده في الملف بتاع التكرار يبقى الدعاء. فالدعاء عظيم. بالنسبه للاصرار اللي احنا قلنا عليه انه يقوم على الذنب، يستهين بالذنب ويجاهر به، وهو قاعد كده يقول لك ده انا امبارح كنت مع البنت الفلانيه، واول امبارح انا كنت بشرب خمره بس من النوع الفلاني كده، ولا يهمه ايه يعني. فالاصرار ده محتاج برنامج تاني، وهو التامل، التدبر، الخلوه. لازم يقف مع نفسه، يقعد مع نفسه كده ويفكر علشان يغير مفاهيمه. يعني حضرتك تنصح اي واحد دلوقتي عنده اصرار على الذنب وبنقول قلبه ميت مش فارق مع الذنب ده، صح، يقعد يفكر كده مع نفسه. يقعد يفكر 10 دقايق بس هيغير، 10 دقايق فقط هيغير، لانه هينبهر من ال10 دقايق تفكر كده. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكر يا إما في القرآن، يا إما يتفكر في الكون، يا إما يتفكر في حال نفسه، وأن الدنيا هذه إلى زوال، وأن الموت ينال كل قريب وبعيد، هيتهز من جوه. بس هيقول لحضرتك وهو قاعد بيفكر يقول يا خبر أبيض، طب ده أنا عملت بلاوي 20-30 سنة يعني. على طول يجيله يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض ذنوبا ثم جئتني تائبا لغفرت لك. تراب الأرض. طيب الأرض دي فيها ذرات من التراب والرملة وكده وصحراء، لا خد بقى إيه متر مكعب بس من الأرض الشاسعة دي، شوف كم متر، وعد حبات الرملة أو حبات التراب اللي فيها هتطلع رقم. عد الثواني بتاع عمرك لمدة 100 سنة هتطلع رقم الثواني. هتلاقي دي تقريبا مضروبة 1,000,000 مرة في دي، بمعنى أكتر، بمعنى أنك علشان تأتي بتراب الأرض ذنوبا لله لازم تعمل في الثانية الواحدة 1,000,000 ذنوب. على فكرة أنت مش هتقدر تعمل كده، يعني شوف الكرم الواسع اللي بيقول لك لو جئتني بتراب الارض ذنوبا. سبحانك يا رب. على فكره انت عاجز عن، شوف العجز وصل لغايه فين، حتى ما تقدرش تعمل كده، ما تقدرش تخالف ربنا تراب الارض ذنوب، لا ولا متر حتى، ده متر واحد ما تقدرش، متر مكعب كده ما تقدرش، لأن لن تستطيع أن ترتكب 1,000,000,000 ذنوب في الثانية الواحدة ولو أردت. إيه العجز ده؟ شوف الإنسان عامل إزاي وشوف رحمة ربنا عاملة إزاي. سبحانه. لا دي حاجة تانية. فالإصرار
هيروح بتغيير المفاهيم الذي سوف يتغير بالخلوة. نمرة اتنين الاستغفار، عليه انه يمسك السبحة كده ويستغفر من غير عدد كده، هو ما تقوليش 100 مرة ولا 1000 مرة، على طول لسانه استغفر الله. مجرب على طول تلاقي وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، صيغة مبالغة يعني مغفرة تانية بقى من نوع تاني. يبقى اول حاجة تغيير المفاهيم التي تأتي بالتأمل والتدبر والخلوة وتغيير هذا المفهوم. تاني حاجة الاستغفار، ادي البرنامج بتاعه. تالت حاجة الدعاء اللي اشار اليه ابن القيم في الباب بتاع الملف بتاع التكرار. اللي بيكرر الذنب يدعي بقى عشان يدعي ويقول يا رب انا غيرتني فخليني على طول، يا رب طلع حب الذنب ده من قلبي، يا رب طلع استهانة هذا الذنب من قلبي. فبالحاجات دي هي يتغير وجه الإنسان، وهو ده فايدة الموعظة. ليه احنا بنوعظ الناس؟ لأنها بتغير حياتهم فعلا. هيحس بعد كده بأنه في عبء ثقيل كان على ظهره وحطه، وبأنه هو كان ماشي في طريق طويل ووصل إلى الهدف بتاعه. هيحس بتغير عنده حتى لو كان مصرا على الذنب غير ملتفت لهذه المعاني.